هالو لود، معكم مازن من قناة فاكت 777. آخر تطورات بسبب كورونا فيروس في كان من دقائق مؤتمر صحفي لميركل، كان عم تحكي فيه إنه شو آخر مستجدات، شو هن بده تعمل الدولي بسبب هالحالة الاضطرارية. أول شيء ابتداءً من اليوم مثل ما بتعرفوا تسكرت الحدود مع سويسرا، النمسا، الدنمارك ولوكسمبورغ. كمان صار في عنا إغلاق الحدود لمدة 30 يوم لكل العالم يلي من خارج الاتحاد الأوروبي، يعني عم حاولوا كل الطرق يسكروا الحدود مشان يخفضوا من نسبة الإصابات بالكورونا فيروس. ثاني شيء أكيد سمعتوا فيها كمان، المدارس كلها راح تتسكر لبعد عطلة الفصح. غير مدارس طبعا كل شيء، في مراكز تجمعات راح تتسكر، مراحل ليلية، بارات، متاحف، أي شيء فيه تجمعات راح يتم تسكيره بس حتى يمنعوا تجمع العالم. كمان بالنسبة للأهل كل شيء أولادهم صار بالبيت، واحد إذا واحد من الأهل ما بيشتغل ما في مشكلة، أما إذا الأم والبيت نياتهم عم يشتغلوا، وكمان نوع الوظيفة تبعتهم، مثلا الأم ممرضة البي دكتور فرضا، يعني في وظائف محددة، وظائف هامة ما فيهم يتركوا الشغل، هذه الدولة أو المدارس هن لازم يأمنوا لهم حدا يقعد مع الأولاد أو يهتم بالأولاد. أما الوظائف الباقية فلازم واحد من الأهل ياخذوا عطلة لحتى يقدروا يهتموا بالأولاد. هلا إذا نطلع على القريب عن عدد الحالات بنشوف هون قديش تصاعد وقديش العدد كبير عم يصير إصابات. هلا إذا نشوف من أول امبارح 14/3 كان في عندنا 4500 حالة بكل ألمانيا. إذا بنشوف اليوم 16/3 هلا الساعة 6 7000 حالة، يعني من يومين حوالي ضعف الحالات تقريبا أو أقل من الضعف، تقريبا الضعف تزايد الحالات. في عنا 60 حالة فيدا جيزوند يعني طابوا، 14 حالة ماتوا. مثل ما عم تشوفوا كتير تسارع الإصابات، وأكثر شيء مثل ما بتعرفوا هو منطقة نوردراين فيستفالين إن آر في اللي أنا عايش فيها، كمان 2744 حالة لليوم بتاريخ 16 أدار. زيادة على الحالات كثير سريع، إذا نشوف مثلا قبل يومين بس و 14 شهر كان في 1600 حالة بس، أما اليوم 16/7 2700 حالة، يعني حوالي 1000 حالة خلال يومين، طبعا عدد كثير كبير. بالبايرن اليوم كمان كان في مؤتمر صحفي إنه بياخذوا كثير إجراءات مشان يخفضوا من نسبة الإصابات أو يبطئوا عملية الإصابات بالباير. في عنا 1067 حالة لليوم 16/7. إذن هيك مشاهدين مثل ما عم تشوفوا شغلة كورونا فيروس كتير سهل ينتشر، والمشكلة طبعا لأنه أعراضه نفس أعراض الجريب أو الزواحف المرشح، مشان هيك كتير عالم منصابة فيه وهي ما بتعرف حالها إنه معها فيروس كورونا. طبعا شو الواحد يعمل؟ اكيد يغسل ايديه كثير ويبتعد عن التجمعات، واذا الواحد عم يشتغل بالنهايه اذا حدا انصاب بالشغل ما فيك تعمل شيء، فلازم الواحد بس ينتبه على حاله ويبعد عن التجمعات اقل شيء مشان يقلل نسبه الاصابه. بتمنى يكون هالفيديو فاتكم، واكيد بشوفكم فيديو تاني عن قريب. تشاو.